السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا العصير ساهل وخفيف وبلا حليب وبلا ليمون بلا حتى شي حاجة. كناخد خيزو اللي كنسلقو وكنخليه يبرد مزيان أولا نديرو في الثلاجة. هنا كنصفي هذا الجزر الأول وكنحتفظ بالماء ديالو، هو الذي نقيس هكا القياس ديال الخطورية اللي بغيت. يعني غادي نبقى نضيف الماء تدريجيا ونشوف القياس ديال تاع الخطورية ديال العصير، اللي بغاه خفيف راه يخف واللي بغاه تقيل راه يتقلو. صافي، هنا كنديرو بجوج ديال المكونات فقط، الجزر والياغورت. هنا كناخد هذا الياغورت، هذا اللي فيه الفواكه، ولا لقيتو ديال الاناناس يكون احسن، كيتواتى مع الجزر. هنا كنضيف الياغورت، غادي نكتفي غير بالحلاوه ديال الياغورت، باش نزيد الحلاوه كنضيف غير شويه ديال الماء وكنبقى كنضيف داكشي تدريجيا وانا كنطحن. تنشوف القياس اللي بغيت ديال الخطورية،